and I took a shadow of them in the same position of the eyes of Sarah. So, because I work a lot with duality, and in this case the duality is the light and the shadow, but it's also the ancient time and the modern time that I put together to find the unity of everything. But it looks like asking God for something. No? It's just an offer of gratitude, joy, and this is a dot of light. It's a scientific study. هو الرجل هو المرأة. جسم المرأة ده جسم المرأة هو المرأة. هو ظهرين الرجل هو السيد اللي هو الرجل بشنبات اللي هو سيادة المحافظ مساء الخير على موقع جريدة أخبار اليوم. أهلا وسهلا. عايزين نعرف حضرتك النهارده في المعرض ورأي حضرتك في إقامة ملتقى زي ده بهذا الحجم وأصبح يتصدر ملتقيات كثيرة جدا بتتم في العالم دلوقتي. والله احنا طبعا أولا بنرحب بجميع الفنانين اللي اشتركوا في الأعمال الجميلة الفنية دي وبنشكر وزارة الثقافة اللي هي ادتنا الفرصة إن الفنانين دول كلهم يتجمعوا عندنا هنا في الأقصر. والحقيقة الملتقى السادس ده الحقيقة يعني احنا بنشجع عليه طبعا ونتمنى ان هو يعقد دايما في الاقصر، والاقصر زي ما احنا شفنا كده هي مصدر الالهام للفنان في كل الجوانب بتاعه الحياه. النهارده شفنا مجموعه صور جميله جدا كلها مستوحاه من الطبيعه الاثريه والطبيعه من خضره ونهر نيل واشجار وثقافه اصلا ويعني طبيعه شعب الاقصر، كل ده مترجم في اللوحات دي كلها. واللي اسعدني اكتر ترجمه الكلام ده والتقاء الشباب في الجامعه وكليه الفنون جميله مع الفنانين الكبار اللي هم مشرفينا هنا، فالحقيقه عاملين اعمال رائعه يعني، واحنا الحقيقه يعني بنشكرهم على تواجدهم وبنقول لهم ان شاء الله باذن الله كل سنه يشرفونا وكل سنه هنقدم لهم دعم كامل. ليه؟ لان هم بيسروا الحياه بتاعتنا. احنا بقى لنا الحمد لله من اول الشهر في احتفالات مستمره، دي احدى الفعاليات المؤثره والكبيره واللي احنا دايما بنشجعها وبنشجع على ان هي تعقد عندنا في الاقصر. بمناسبة الدعم سيادة المحافظ، نفسنا بقى ان يتحقق حلم المراسم يتم على خير وساحة المعرض المفتوح لهذا الاعمال الكبيرة جدا يعني، ويبقى ملتقى يراه الفقير والبسيط والمثقف وغير المثقف بشكل عام يعني. ان شاء الله احنا في تخطيطنا للاقصر ان هي تبقى متحف مفتوح للعالم كله، وباذن الله احنا ماشيين في الخريطة اللي هي تؤهل الاقصر انها تكون كده، وباذن الله هنتوسع في كل المعارض وكل انواع الفنون اللي نقدر نقيمها على ارض الاقصر. كيف نستغل هذا الملتقى سياحيا يا سيادة المحافظ؟ والله الناس دي كلها في 14 دولة تقريبا مشتركة في هذا المعرض. أنا أعتقد كل فنان من دولت هيبقى سفير لنا في بلده وبين أصدقائه وفي البلاد اللي هيسافرها بعد كده، بحيث إن هو بيترجم لهم الطبيعة اللي موجودة عندنا والحياة اللي موجودة عندنا والتراث الجميل اللي مشكوك اللي مش موجود في أي حتة في العالم وموجود في الأقصر بس. باشمهندس محمد أبو سعادة رئيس صندوق التنمية الثقافية، مساء الخير على موقع جريدة أخبار اليوم. مساء الخير، نورنا. نعرف برضه حضرتك يا فندم يعني هذا الحدث الأهم الذي أصبح يعني يشع فنونا وثقافة والذي يرعاه صندوق التنمية الثقافية، ماذا يمثل لك وكيف تراه مستقبلا إن شاء الله؟ أنا سعيد إن أنا شاركت في أول دورة، والسنة دي بنشوف بعد 6 سنوات الحدث بدأ يعني ينمو ويتعاظم، والاهتمام حتى الطلبة بتوع الكلية النهاردة أنا فخور بأن مجموعة الاهتمام بقى أكبر، الاحتكاك بالجمهور في الأقصر بدأ يزيد. المعرض النهاردة لما معمول مرتبط بالشارع الأقصري أنا شايف فيه يعني حراك رائع جدا. أنا سعيد إن الفكرة بتاعت السيمبوزيوم بتعتمد على إن كل فنان بيشتغل بانطباع شخصي، مفيش موضوع معين هم شغالين عليه، مفيش تيمة معينة مفروضة على اي حد، كل واحد بيطلع العمل بتاعه حسب ما شكل زيارته وانطباعاته عن المدينة، كل واحد بثقافة مختلفة بتكنيك مختلف. انا سعيد جدا ان الورشة اللي احنا شفناها الشباب فنون جميلة كانوا متأثرين وبدأوا يشوفوا اساليب جديدة وتكنيك جديد، في احتكاك يومي بيحصل. السنة دي كنا عاملين مائدة مستديرة وكان في احتكاك يومي ما بين الفنانين على المستوى الشخصي والإنساني والتقني في الأداء، وكان يعني أنا أعتقد إن الدورة السنة دي متميزة، وبإذن الله الدورات الجاية هتبقى أفضل إن شاء الله. إن شاء الله يا باشمهندس. باشمهندس مصر يعني تحظى بعديد من المحافظات الجنوب تحديدا بالأماكن والمناظر الطبيعية والتي توحي للفنان أو تبقى ملهم أو ملهمة للفنان، يعني هل هناك فكرة إن إحنا نعمل على غرار هذا الملتقى في محافظات عدة في جنوب أو محافظات مصر مختلفة؟ احنا بالفعل يعني احنا عندنا الملتقى بنعمله هنا في البناء اللي بيتعمل من خلال قطاع الفنون التشكيليه، العديد من المعارض والملتقيات بتتم في الفيوم وبتتم في الوادي الجديد، واحنا بنعمل سمبوزيوم اسوان الدولي للنحت، فانا بتصور ان احنا يعني في تواجد جيد، وان كان برضو احنا في بعض المحافظات احنا محتاجين ان شاء الله ان احنا نوصل لها بفنون شعبيه وبفنون بالفن التشكيلي. مع كلمه السيد المهندس محمد أبو سعدة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية. سفير سعادة اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، السادة الفنانات والفنانون في مصر الكرام، فنان مصر ورموزها الفنية الكبيرة التي نشر بها الليلة، الإعلاميات والإعلاميين ضيوفنا ومواكبو أحداثنا الثقافية الذين نشر بهم دائما، أهلا بكم جميعا في ختام الدورة السادسة لملتقى الأقصر الفن التصويري. Your Excellency General Tarek Saad El-Din, Governor of Luxor, distinguished guests, artists, Egyptian artists who became icons that we are honored to have with us tonight, dear members of the media, welcome all to the International Luxor Painting Symposium. هكذا مرت أيام الملتقى سريعا، وقد صافحت ريشة فنانين هواء الأقصر ومعابده الخالدة، وتداول رسام الملتقى مع الفن المصري الخالد الذي يصدح في أرجاء هذه المدينة العالمية المتفردة. The days of the symposium have passed so fast. As the artists felt the nice breeze of Luxor and visited its ancient temples and have lived alongside the eternal Egyptian art that will always live in this unique international city. اسمحوا لي أن أشكر بمزيد من التقدير حرص السيد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر والعاملين معه على تسجيل كافة العقبات لإنجاح هذا الملتقى الدولي، وتعاونه المثمر مع وزارة الثقافة الذي نتطلع أن يثمر من عند العديد من الأنشطة الفنية المشتركة في المستقبل القريب. Allow me to acknowledge the keenness of General Tarek Saad El-Din, Governor of Luxor, and his staff to get over all the impediments to make this symposium a success, and his fruitful cooperation with the Ministry of Culture, which we hope will lead to many artistic activities in the near future. كما أود أن أتوجه بالشكر والتحية إلى السادة فناني مصر الكبار الذين شرفونا بتلبية الدعوة واقتطاع جزء من وقتهم الثمين ليكونوا معنا خلال هذه الليلة. I would like also to extend my thanks to our great Egyptian artists who accepted our invitations and took part of their valuable time to join us tonight. السيدات والسادة، إن اجتماع فنانين من 15 دولة تحت مظلة ملتقى الأقصر تبادلوا أثناء فترة إقامتهم الأفكار والرؤى وتقاسموا الإبداع والابتكار لهو تجاوز لكل حدود الجغرافيا وتخطي لكل ما يمر به العالم من تغيرات، وتأكيد على أن الفن والثقافة قادران على توحيد الشعوب وفتح آفاق التعاون من أجل. مساء الخير جميعا. السيد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، المهندس محمد أبو سعادة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ورئيس اللجنة العليا للملتقى، الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس هيئة وزير الثقافة، الدكتور صلاح الدين رئيس قطاع الفنون التشكيلية. الحقيقة كان مفروض إنه سيادة الوزير الدكتور سعد العرب يكون مشرفنا النهارده، لكن لظروف طارئة هو لم يحضر، لكن احنا بنقدم له الشكر على رعايته لهذا الملتقى. الأخوة النقاد والصحفيين السادة الضيوف، أرحب بكم جميعا على أرض الأقصر، مدينة الفن، مدينة التاريخ، وكذلك في بهو فندق وينتر بالاس الذي يعد من أعرق فنادق العالم. Good evening, ladies and gentlemen. Your Excellency, General Tarek Saad El-Din, Governor of Luxor, Architect Mohamed Abou Saada, Undersecretary of State, Director of the Culture Development Fund, Mr. Sabah Al Rahman, Director of the Culture Palaces Authority, Dr. Sarah Yigi, Director of Plastic Arts Sector, journalists and critics, distinguished guests. I would like to welcome you all on the land of Luxor, the city of arts, city of history, and also in the lounge of the Winter Palace Hotel, which is considered one of the oldest hotels in the world. في هذا الحدث الثقافي الفني الكبير ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، هذا الملتقى الذي أصبح علامة من علامات الأقصر الثقافية. Through this cultural and artistic major event, the Luxor International Painting Symposium, this symposium which became a landmark of Luxor. دعوني أرحب بالفنانين ضيوف الملتقى، الأستاذ الفنان حلمي الدوني. Let me welcome the guests of the symposium, the painters, Mr. حلمي الدوني. الأستاذ الفنان جورج البهجوري. Mr. جورج البهجوري. الأستاذ الفنان المناضل أحمد شيحة. أيضاً أرحب بالأستاذ فولت هار، رئيس جمعية المراسلين الأجانب. Mr. Bob Hartmann, Chairman of the Foreign Correspondents Association. واسمحوا لي أن أقدم له جزيل الشكر والاحترام. To whom I extend my thanks and gratitude. لأنه صار عكس اتجاه الإعلام في العالم ووقف في صف المصريين ودافع بضراوة ضد التشويه الذي تتعرض له مصر في الوقت الحالي. We have a very strong stand against the defaming of Egypt that Egypt is witnessing nowadays. أقدم الشكر الجزيل لمحافظة الأقصر على دعمها لهذا الملتقى وتوفير كل الإمكانات التي ساعدت على نجاح هذا الملتقى، وبهذه المناسبة أقدم الشكر للسيد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر الذي استضاف الفنانين ورحب بهم في لقاء كان له أثر جميل على نفوس الفنانين. ومن مميزات هذا اللقاء أننا اكتشفنا أن السيد اللواء طارق سعد الدين فنان تشكيلي، وسوف نوجه له دعوة للمشاركة في المؤتمر القادم إن شاء الله. Many thanks to the Governorate of Luxor for its support to this symposium and for making all efforts to make it a success. In this occasion, I would like also to thank General Tarek Saad El-Din, Governor of Luxor, for hosting the artists and welcoming them in a gathering that had its great effect on the spirits of the group, in which we discovered that General Tarek Saad El-Din is a plastic artist, and we will extend the invitation to him to join the coming symposium as an artist. أيضاً أقدم الشكر للأستاذ الفاضل محمد عباس، رئيس العلاقات العامة لمحافظة الأقصر، وفريق العمل معه على ما قدموه من خدمات جميلة للمنطقة. المدير العام لفندق وينتر بالاس، وبالمناسبة فقد قدم لي الأستاذ رفيق مقترحاً لعرض أعمال الفنانين بشكل دائم في أروقة الفندق طوال العام مع إتاحة بيع الأعمال لزبائن الفندق، فهذا سيكون له مردود مادي وأدبي للفندق وللفنانين، ونحن نرحب بهذا المقترح وسنبدأ فوراً في تنفيذه. شكراً. المهندس المايسترو محمد أبو سعدة، نموذج رائع للعمل الثقافي كما ينبغي أن يكون، وبالمناسبة فالصندوق أصبح بمثابة بيت خبرة في إدارة المهرجانات والفعاليات الفنية، وهذا من أحد مميزات الصندوق نظرا لأن إدارة المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية أصبح علم يدرس في جامعات العالم وليس مجرد اجتهاد. إنني أفتخر بهذا المستوى الرائع للعاملين في صندوق التنمية الثقافية، ولولا قصر الوقت كنت أتمنى أن أذكرهم فردا فردا. أعيد بقيادة الزميل والصديق دكتور محمد عرابي عميد أشكرهم على مجهودهم الرائع وتواجدهم الفعال في المنطقة ومع الفنانين، أنهم يقدمون لنا الأمل في غد المشرق. لهم مني كل التقدير. The Faculty of Fine Arts in Luxor, headed by my friend and colleague Dr. Mohamed Arabie, the Dean of the Faculty, I would like to thank them for their great efforts and their effective presence in the symposium and with the artists. They give us hope for a great future. To them all, thank you. لا أنسى أن أقدم جزيل الشكر للشاب الجميل المخلص دينامو المنطقة حامد الشكر للزميل وليد حبايبي على مساعدته لي اليوميه والتصميم. زملاء كومسير عام ملتقى الاقصر الدولي، مساء الخير واهلا بيك على موقع اخبار اليوم. مساء النور. عايزين نعرف رأي حضرتك دلوقتي في الابن الروحي ليك ملتقى الاقصر وهو يكمل عامه السادس هذا العام، كيف تراه وكيف تحلم او هي ما احلامك للنهوض به واستمراريته في ليحظى بمكانه عالميه على مدى الظهر ان شاء الله؟ انا احلامي ان هو يستمر وما يكونش زي كثير من الفعاليات المصرية اللي هي بتبتدي ساخنة وتستمر قليلا ثم تتوقف. بص انا من غير ما تشرح انا فاهم. انا ما بشرح اقدر اعرفك اخر ما طلع من وصلت لغايه الانتظار على الطلاق بعدين عرفتوا هناك فوق في البلكونه. حاجه جميله والله شكرا لك. الله يديك العافيه. انا راشد دياب فنان تشكيلي من السودان. مشاركتي كانت بدعوة كريمة من إدارة الملتقى، وأنا سعيد جدا أن أكون ضمن مجموعة من الفنانين العالميين المجودون في التصوير بأنواع مختلفة، تصوير زيتي كانوا على كل الخامات المختلفة، واستفدنا كثيرا من اللقاء على المستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي، وتعرفنا على تقنيات جديدة، والحمد لله يعني كانت في تقديم لسيمينار بعض الأعمال للفنانين في مراحل مختلفة من حياته، وكانت تجربة جيدة جدا. علمتنا أن هناك فن في العالم العربي والأفريقي والعالم بكله مشترك، يعني في حركة مشتركة، تبادلنا الخبرات في هذا المجال. أول مرة أشارك في الملتقى. نعم. اكتشفت أول حاجة المدينة راقية جدا، ومدينة جميلة، ومدينة تاريخ وحضارة، وده مهم جدا. ونحن كلنا هنصبح، كل الفنانين اللي شاركوا هيصبحوا رسل للسلام والمحبة، لأن عشنا فعلا أمان ولطف من الله في المنطقة. وأفتكر أن العمل الثقافي يحتمل يكون مؤشر جيد للحركة السياحية في المنطقة، لأنه من خلال العمل الجمالي اللي عم يقدموه الفنانين في هذه المدينة الجميلة وجدنا أنه في تأثير كبير جدا على الرؤية العامة للفن التشكيلي في العالم. فحبيت اعمل العلاقه بين الفن الحديث وبين الفن الفرعوني. انا ما حبيتش هي جت من المكان، هي اللي طلعت التجربه دي. انا اعتقد ان هي ممكن تكون سكه تجربه كبيره نقدر نشتغل فيها. واحنا طبعا مش هنقدر نوصل كلها. الله يخليك، احنا اللي بنشكرهم والاستاذ سعد، كل الناس اللي قامت بالدور الرائع. والله انتوا احنا اللي بنشكركم ان انتوا احييتوا الجو عندنا اليومين دولت يعني، وحاجات جميله، حاجات جميله جدا يعني. حققنا الغرض كمان من السيمبوزيوم. هي فكره رائعه وفكره عالميه وفكره على مستوى راقي جدا. لا وهنصر ان هو يقام عندنا باذن الله كل سنه باذن الله. شكرا يا دكتور سعيد. George, my love. Please, my love. You are my love. ده صار كلنا نفسنا نبقى جورج. You like my work, George? I'm waiting for you. Wonderful, wonderful. Thank you. I understand. هند سبحان الله بلا موجود اكيد. Can you explain? I'm an abstract painter and always looking things in abstract manner, not normal people are seeing. Alright. So what I observed is Egypt in last 15 days I try to make. Right. You have many levels, you have many colors. اهلا وسهلا. ازيك؟ اهلا بيك. اهلا بيك. ايه رمان مش كده؟ موسم الرمان. لا بس ده استمرار لاسلوب انا بستعمله اللي هو المزج بين الفوتوغراف والرسم. يعني ده اكن فعلا الشمس يعني ظل الشمس طبعا. مشكور يا سيدي ان شاء الله. ده سافر الجداريات الفرعونيه، الجداريات شعبيه يعني، هم عندهم كتابات. انا بكتب الشعر بتاعي واحاول اعمل الحاجات بتاعتي وتعمدت احط بالرصاص عشان احساس الطفوله يعني. كان حلم، حلمك كان ايه؟ كان دي قصه شعر بس ما كملتهاش. نشوف لازم نبعت عشان نشوف. يلا يا جمال قول بقى يعني دبر حالك. تمام دبر حالك بقى يا جمال. هنا في حائط كده زمان اتحطت كمان 100 غزه تجمع العوام ملونه. حسيت ان عندنا في ست يعني اكتر بكبير، عايش اكتر وقريب اكتر. ده فن فيها قويه، فيها قويه وفي تراث، في موروث خلي بالك. طبعا طبعا يعني بتفكرك بالمستقبل. صح كلام حضرتك. في حاجات كتير قوي، في حاجات كتير قوي. الله ينور عليك. الاساس كده الشباب، الاساس الشباب والعمل، هو اللي مسيطر على نفسه، هو اللي فارق نفسه. مش كده؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ Yes, sir. Oh. But in Arabic, yes, sir. Yeah. Yes, sir. No, ya am.